استذكر وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة الدكتور أحمد العوضي الدور الكبير والبطولات والتضحيات الذي قام بها الشعب الكويتي للدفاع عن هذه الأرض الغالية، مشيرا إلى أن الكويت تشعر بالاعتزاز والفخر بالإنجازات العامة التي تم تحقيقها والتي ساهمت في جعل البلاد واحة للاستقرار والأمن. لا شك أن الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت والمشاركة فيها تعد بمثابة تجديد لقسم الانتماء لهذه الأرض الطيبة، وكذلك الولاء والوفاء للقيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم. ونستذكر في هذه الأيام شهداءنا الأبرار وكل من ضحى بدمه لهذه الأرض الغالية. لا شك أن تواجدنا اليوم ووجودنا مشاركة شبابنا وأبنائنا وأسرنا في هذه الاحتفالية تبين السعادة ودور الفرح عند الأسر ومشاركتهم في هذا الأيام الوطنية.